مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. اليوم عندنا حكي كثير عن مهرجان مهم جدا بيصير في اوتوا اسمه وينترلود. زي ما انتم شايفين احنا الان بالليل، لانه هذا المكان يعني الوينترلود بينقسم لقسمين، مكان بتروحوا بالنهار حسوي لكم فيديو عنه، ومكان بتروحوا بالليل اللي هو بتشوف الاضواء. ولا شوفوا الناس هون كيف مبسوطه، شوفوا الناس كيف عم تلعب بالاضواء. حورجيكم كثير شغلات حلوه، وبدي اياكم بس تضلوا معي 5 دقائق. هلا احنا وادم قاعدين، الناس عم تلعب بالاضواء. طبعا اشهر شيء في هذا المهرجان اللي هو النحت على الثلج، وزي ما انتم شايفين هاي بعض المنحوتات الثلجيه. واو، عندنا هاي منحوتات ثلجيه. بالليل منظرها رائع جدا، بالنهار لها حلاوه بتشوفها واضحه، بس بالليل مع الاضاءه بتشعر انك عم بتشوف. طلع هذا المكان، هون في كرسي العرش. طبعا راح ندخل في هذا، انتوا شايفينه هذا اشي هيك مربع مستطيل مش عارف شو، بيلعب موسيقى. طلعوا بيلعب شغلات موسيقية، اشي بخوف. اوف، في هون حفلة موسيقية طلعت كاملة. العجوز طلعت ترقص، يعطيها العافية. ما شيء يمنعنا من الرقص. كيف بيسووا هون هذا قاعد بحفر؟ هذا فيل كامل حاطينه من الثلج. طبعا هون مكان تقدر تقعد فيه. هاي الاعلام فرنسا، فلبين، سويسرا. اوه طلعوا شو في هون. هذا كيف كراسي هاي روسيا، بولندا. واو طلع على هذا. طلع طلع طبعا انت في كندا لازم تيم هورتون، هذا كله من كأس تيم هورتون من الثلج. واو هاي طبعا this is traditional way of eating lollipop، بس Canadian lollipop. بيعملوها عن طريق الميبل سيرب. وبيشكلوها هم وبيسووا منها الاطفال. زي ما شايفين حاطين الوان كثيره، والاطفال بحطوها هاي بدخلوها بلونوهم. كرسي ثاني. طلع هذا موسيقار ريال. اوه سوري سوري، ريال وريال، هذا احد الميتيس اللي كانوا عايشين في كندا، و يعني له قصه طويله مشهوره. هو سياسي عن جد اكنك. طلعوا مع اجمل هذا، يعني صراحه الولايات المتحده الامريكيه اي ثينك. يس هذه اللي عاملها برضو امريكي. سوري العالم هون. واو طلعوا هذه اللي عملها مكسيكي وكندي.
مكسيكي وكندي. الله الجمال كلها مباركة. طبعا حاطين سنوموبيل، اللي ما بيعرف سنوموبيل اصلا هي اختراع كندي. هاي رقم واحد اللي حبينا نحكي لكم عنه، طلعوا ديتيلز الوجه، الانف، المنخار، الشعر. يعني هدول محفورين بالثلج برضو، بس صغار شويه مش زي هدولاك، فيعني هدول الهواة زي ما بيحكوا قصدر فيه. ان شاء الله نراكم في حلقه اخرى بالوينترلود اللي بالنهار. باي باي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.